الراجل ده نايم الوقت على فراش الاحتضار، او المراه دي نايمه على فراش الاحتضار الوقتي، نايمه بتحتضر الوقتي وبدات تشوف اللي ما كانتش شايفاه. قال رب، اول مره بيقول يا رب، اول مره بيتوجه لربنا، اول مره كان عمره بيجري على الاسباب وبيجري على ابواب المخلوقات، اول مره يقول يا رب. رب ارجعون، ارجعون، دي صخة جمع بينادى بها للتعظيم. الوقت عارف عظمة ربنا لما شاف الملائكة وشاف الحساب وشاف المنظر اللي ما كانش شايفه طول عمره، عارف مين ربنا، عارف مين عظمة ربنا، عارف قوة جنود ربنا. النهاردة ما عادش ينفع. حتى إذا للمفاجأة. مفاجأة ازاي يا جماعة؟ ده من أكتر الألفاظ اللي كل واحد منا بيسمعها في حياته، كلمة مات، فلان مات، فلان بيموت، فلان هيموت، فلان اللي مات الله يرحمه، فلان فلان. يا جماعة ده كل واحد مننا سمع عن 100,000 موتة وشاف في عينه كم موتة، ولسه هيسمع عن كم موتة قبل ما يجيله هو نفس الموت. شاف كم منظر واحد متكفن قبل ما هو نفسه يتكفن، شاف كم منظر واحد مقفول عليه القبر قبل ما هو يتقفل عليه القبر. ازاي مفاجأة؟ مفاجأة ازاي؟ مفاجأة لانه ما كانش بيفكر، كان بيتعامى عن اي حاجة تفكره بربنا سبحانه وتعالى. حتى اذا جاء دي للمفاجأة، ما كانش عامل حسابه، ما كانش منتظر، ما كانش مستعد. عكس كلمة رب، عكس كلام ربنا عن سيدنا يعقوب. حضر يعقوب الموت، حضر يعقوب الموت في سورة البقرة. حضر ده يعني محمد حضر، انا كنت مستنيه، لو ما كانش حضر كان يبقى غاب. الموت حضر، انا كنت مستني الموت، مستني لحظة لقاء ربنا بشوق، مستني لحظة الحساب باستعداد. انما التاني ده جاء مفاجأة، ما كانش متوقع. حتى اذا جاء احدهم، لوحدك هتواجه كل اللي جاي ده لوحدك، كل اللي جاي ده هتقابليه لوحدك، لوحدك، محدش معاك. كل ده لو معكش العمل الصالح اللي يحميك برحمة الله، يبقى انت لوحدك قدام كل ده. حتى اذا جاء احدهم الموت قال، يبدأ يتكلم بقى، رب ارجعون لعلي اعمل، يمكن اشتغل يا رب، يمكن ابقى كويس يا رب، لعلي اعمل صالحا فيما تركت. المادية فيما، المادية ممكن تكون ماهي التعظيم. هو ترك العمر، ترك الدنيا، بيعظم الوقت، الدنيا بيعظم عمره اللي ضاع. الوقت عارف قيمة عمره، عارف قيمة العمر اللي هو ضيعه وفرط فيه، عارف قيمة الساعات اللي كان بيضيعها بدون ما يحزن على أي ساعة. ولو وقع منه 5 جنيه يفضل أسبوع يبكي عليها، أو وقع منه ورقة ب 200 جنيه يفضل شهر يعيط عليها. إنما يضاع منه ساعة من عمره أخطر ثروة بيملكها في الحياة. ما كانش يزعل، ما كانش يتألم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اللي ترك الاعمال الصالحه النهارده عارف قيمه الاعمال، عارف قيمه القيام اللي كان سايبه، عارف قيمه النوافل اللي كان مضيعها، عارف قيمه صلاه الجماعه، قيمه السنن، قيمه النوافل، قيمه الفروض، عارف قيمه الحجاب والنقاب والقران والطاعه، عارف القيمه النهارده، عارف قد ايه كان ممكن تصرف عنه من اللي شافه، ولكن بعد ايه؟ ولسه مقهور على الدنيا ولسه بيحبها، لسه معظم الدنيا اللي سابها فيما تركت. الدنيا العظيمة قوي اللي انا سبتها ديت، يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. دي مصيبة كثير من الناس انه معظم الدنيا فيما تركت من الصحبة الصالحة، الصحبة اللي كان قدامي ان انا صاحبها وتوصلني ليك يا رب، يا رب رجعني وانا ما عدتش افرط في صاحب صالح ولا في ساعة من ساعات عمري ولا في عمل من الاعمال الصالحة. رجعني يا رب وانا ما عدتش افرط، لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا لا يمكن، ده بعدك كلمة بتنفجر زي القنبلة في وشه. كلا انها كلمة، ده كلمة، ده بتاع كلام، الكلام ملوش وزن عند ربنا، ولا الكلام بيغير حال ولا بيغير وضع. كانت الفرصة قدامك للعمل، النهاردة جاي بكلام، مفيش فرصة للكلام ولا لسماع الكلام ولا القبول الكلام ولا الوزن الكلام. كلا انها كلمة هو قائلها، هو قائلها، يعني هيفضل طول القبر يقولها، يا رب ارجعون، رب ارجعون. كل ما ملك يدخل عليه يقول رب ارجعون، كل ما يحصل نوع من انواع العذاب يقول رب ارجعون، رب ارجعون. هيفضل لغاية يوم القيامة يقول رب ارجعون. وفي الحديث هيفضل ليوم القيامة يقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. ده انت بتتعذب تحت التراب، ازاي ما انتش عايز تطلع من العذاب ده؟ ما هو عارف ان اللي بعده منه. رب ارجعون، رب لا تقم الساعة، رب ارجعون، رب لا تقم الساعة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. إذا هنا للمفاجأة، مفاجأة تانية. وهو قاعد يستغيث ويقول رب ارجعون، رب لا تقم الساعة. فضل قد إيه لغاية ما فجأة خلاص، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا أنساب إزاي؟ يا جماعة مشهد الدفن ملوش أي علاقة بمشهد البعث، يعني الواحد هو بيتدفن وهو بيتبعث لا يمكن تقول إن ده هو ده،
او دول هم دول ازاي؟ لا انساب، واحنا بنتدفن في انساب. الام واقفه تعيط على ابنها، والاخ بيعيط على اخوه، والابن بيعيط على ابوه، والقرايب بيعيطوا على قريبهم، والاصحاب بيعيطوا على صاحبهم، والكل واقف مذهول ومشدوه، وبيبصوا لصاحبهم اللي ملفوف في كفن ابيض وبينزل تحت التراب، وبيبصوا بيبص الام ولا الاخت ولا لمراته ولا لبنته ولا لاخوه ولا لحبيبه وهو بيتكفن وبينزل تحت التراب، كل بيبكي والكل حزين. النهارده بقى ساعه البعث، كله طالع في كل اتجاه، محدش بيبص لحد، محدش بيعبر حد، محدش بيفكر في حد، فلا انساب بينهم. البكاء اللي كان لحظه الدفن مفيش اي علاقه بينه وبين الشتات اللي موجود ساعه البعث. فلا انساب بينهم. كل المفاجآت ديت عشان ايه؟ ده مصير من مصير واحد كلامنجي، واحد بتاع كلام. الكلام ده خواتيم سوره المؤمنون اللي اولها والذين هم عن اللغو معرضون. فاولها ان المؤمنين دول مش بتوع كلام، ما لهمش دعوه بالكلام، ما كانوش بيتكلموا، كانوا بيشتغلوا، كانوا بينفذوا. امال بتاع الكلام ده؟ بتاع الكلام ده خلاص مصير كلامنجي بيواجه مصيره. رب ارجعون لعلي اعمل. لعلي؟ لعلي ايه؟ ايه لعلي دي؟ هو في واحد يقول لربنا لعلي؟ لعلي ديت يعني يمكن ابقى كويس؟ الكلمه ديت، الكلمه دي ما وقفتش حد مننا، الكلمه دي مش غريبه، الكلمه دي ما جاتش في القران قبل كده يا جماعه. لعلي ديت ما يقولهاش غير ابن لابوه، ابن سقط سنتين في كليه خاصه، الفلوس مصاريفها 20,000 جنيه ولا حاجه، فسقط، ابوه قال له خلاص مش دافع لك، قال له معلش يمكن انجح، يمكن ابقى كويس. يعني ده واحد عشمان قوي في اللي بيكلمه. هو بيكلم ربنا كده ليه؟ عارفين ليه؟ لانه اتعود من ربنا انه بياخد، ما فهمش ان المعامله اتغيرت، ما فهمش ان كل اللي خده ده كان ابتلاء، كان مغرور بالله، كان بيقول انا نفسي ابقى كويس ومتهيأله انه كويس، فهو متهيأله ان في بينه وبين ربنا صله، متهيأله ان ربنا بيحبه، متهيأله انه قريب من ربنا، فجاي في الاخر بيتكلم كلام كانه بابن بيتكلم ابوه لله المثل الاعلى، كلام فيه يعني فيه طمع وفيه رغبه وفيه غرور بالله سبحانه وتعالى. لعلي اعمل، في حين ان ايات العذاب الثانيه ما فيش فيها الكلام ده. وجاءت سكرة الموت بالحق، مفيش قال رب ارجعون، مفيش في سورة قاف الكلام ده، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ما استغش ولا ولول، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ما قاومش اصلا، قال قرينه، قرين الملائكه يقف يشهد عليه، هذا ما لدي عتيد، ما يردش، يقف بعدها قرين الشياطين، قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، ارميه هو في جهنم يا رب وسيبنا انا، ما يردش، ما يردش ليه؟ اشمعنى بتاع سورة القاف ما بيردش وهنا كل موقف هيتكلم وهيفضل يتكلم لغايه اخر الايات؟ ليه؟ لان بتاع سورة القاف لقد كنت في غفله، كان غافل، ما كانش بيفكر في الحاجات دي اصلا، ما كانش بيستوعبها، ما كانش عامل حسابه انها هتحصل، فكل ما بيتعرض لموقف بيتصدم فمش فايق يتكلم. انما ده كان كلامنجي طول حياته ومقضيها كلام وهيكملها كلام لغايه ما ربنا يقول ولا تكلمون. ولا تكلمون يعني ما عادش في كلام. يعني احنا الوقت يا جماعه هنتكلم عن الحوار الاخير، عن اخر كلام بين ربنا وبينهم في النار والعياذ بالله، عن اخر مره هيكلموا ربنا فيها، عن اخر مره. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول يظلون يقولون ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، فلا يرد عليهم حتى ينقضي عمر الدنيا، على قد عمر الكره الارضيه دوت ما يتردش عليهم، ثم يقال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فليس بعد هذا الا الزفير والشهيق. خلاص ما عادش يعرف يكلم ربنا بعد كده. تخيلوا، ما هو جزاء من جنس العمل، جزاء. لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، النهارده عظمت الدنيا، النهارده عرفت قيمه عمرك، النهارده عرفت قيمه الاعمال اللي كانت بتتعرض عليك وانت كنت بتكسري. احنا في شعبان يا جماعه، شعبان قيل بيتسمى شعبان من تشعب الاعمال الصالحه اللي فيه، لان شعبان ده اللي بيرفع فيه الاعمال الى الله، فالمفروض شعب الايمان اللي احنا ما عملناهاش طول السنه هنجري فيها في شعبان بقى. شعبان ده شهر شعب الايمان، شهر تكميل الصحيفه، شهر الاجتهاد في كل عمل صالح، شهر السلف كانوا بيعتبروا شعبان ده شهر القران اصلا قبل رمضان، شهر الاجتهاد في الطاعه والعباده قبل رمضان. عايزين نشتغل بقى، اول حاجه نستعد بيها لرمضان ان كفايه كلام، خلاص نقفل بقنا وجوارحنا اللي تشتغل، وجوارحنا اللي تنطق، وجوارحنا اللي تعبر لربنا عن حبنا ليه قد ايه، وتعبر لربنا عن عزمنا على الفردوس الاعلى قد ايه، وتعبر لربنا عن خوفنا منه قد ايه. مش بالكلام، ما عادش لساننا الوقت اللي هيشتغل، جوارحنا هي اللي هتشتغل، هي اللي هتشتغل ويتكتب عملها في صحائفنا باذن الله سبحانه وتعالى. كلا، انها كلمه
هو قائله، هو ده تحسسك ان ملوش وزن عند ربنا، هو قائلها. والوقت الموقف كان يعني هو نايم على فراش الموت، ربنا ما قالش انها كلمة انت قائلها، لا ده الموقف اتغير بعد ما كان الكلام ليه، فجأة بقى كأنه واحد نايم على فراش الاحتضار.